الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. ذكرت مصادر صحفية أن شركة هناوة للهندسة والإنشاءات الكورية الجنوبية أوقفت مشروعاً بقيمة 10 مليارات دولار لبناء مدينة جديدة في موقع بسماية في بغداد بعد فشلها في الحصول على دفعات المالية لسنوات من السلطات الحكومية في العراق. وأوضحت صحيفة كوريا الاقتصادية أن شركة هناوة الكورية توقعت خسائر تصل إلى نحو 581 مليون دولار من مشروع بسماية السكني في حال فشلت في استرداد أي أموال أنفقت عليه. قال المدير العام لموانئ العراق فرحان الفرطوسي إن ميناء قصر الجنوبي يساهم في توفير مفردات البطاقة التموينية للمواطنين، وأضاف أن ميناء قصر الجنوبي استقبل سفينة محملة ب 45,058 طنا من القمح لصالح وزارة التجارة لدعم مفردات البطاقة التموينية. هذا ومرت البطاقة التموينية بمراحل مختلفة إلى أن وصلت إلى مرحلة التردي بعد عام 2003، حيث يشكو المواطنون عدم كفاية مفرداتها فضلا عن التلاعب بها من قبل وزارة التجارة. أعلنت هيئة النزاهة في العراق أنها أصدرت أمر استقدام بحق رئيس مجلس محافظة صلاح الدين الأسبق لإحداث عمداً الضرر بأموال ومصالح الجهة التي يعمل فيها أو يتصل بها بحكم وظيفته. وقالت الهيئة إن محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة قررت استقدام رئيس مجلس محافظة صلاح الدين الأسبق في القضية المتعلقة بتسلم مبلغ 8,209,000 دينار تحت بند المكافآت خلال الفترة ما بين عامي 2014 و2018 دون قيامه بتوزيع المبلغ المذكور على مستحقه. كشف تقرير اقتصادي عن تحقيق تركيا أكثر من 22 مليار دولار من صادرات شهر أيلول الماضي بارتفاع بلغ أكثر من 9% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، فيما تجاوزت صادرات أنقرة لبغداد مليار دولار. وبحسب بيانات أحصتها وكالة الأناضول من مجلس المصدرين الأتراك، فإن صادرات تركيا إلى الدول الأكثر استيراداً منها تميزت بالتنوع وعدم الاقتصار على منتج واحد، وذلك بحسب البيانات التي تظهرها صادرات الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي. وأضافت الوكالة أن ذلك يأتي بموجب استراتيجية تنتهجها تركيا لتنويع أسواق صادراتها تزامناً مع تنويع سلع تصديرها. أظهرت بيانات رسمية انكماش الناتج المحلي الإجمالي في بريطانيا بنسبة 0.3% على أساس شهري، متأثراً بضعف القطاع الصناعي وانخفاض نشاط النفط والغاز. وقال المكتب الوطني للإحصاء في بريطانيا إنه عدل قراءة نمو الناتج المحلي الإجمالي في المملكة إلى 0.1% في شهر تموز السابق من 0.2% بالقراءة السابقة. وأظهرت البيانات أن الإنتاج الصناعي في بريطانيا سجل انكماشاً بنسبة 1.8% على أساس شهري في آب، وكان ذلك أسوأ من توقعات الأسواق التي أشارت لانكماش بنسبة 0.2%. أما الآن فإلى أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وأسعار المعادن.
ختام موجز، إلى اللقاء.